قصة جميلة قوي قوي سمعتها من زمان وأثرت فيا إلى الآن. القصة دي فعلا كان سبب في تحول حياتي من سنين. اتصلت بالشيخ وقلت له أنا أرملة وعندي 29 سنة وجوزي عنده 33 سنة وتوفى وعندي 5 أطفال ومصدر رزقي بسيط جدا وقليل جدا ومش عارفة أعمل إيه، طب تشورني بإيه فضيلة الشيخ؟ يقول لها استغفري. فالست تقول له يعني انا بقول لك دلوقتي انا مش عارفه يعني معاش جوزي قليل جدا عايزة او حل. عايزه حل، استغفري. كل ما تقول له كده يجي 3 4 مرات داومي على الاستغفار. فالست دي كانت بتتصل تحكي الكلام ده، بتقول ان هي قعدت 6 شهور تداوم على الاستغفار، استغفر الله استغفر، لدرجه ان هي بتقول ان هي كانت بتنام من كتر ما خدت لسانها لسانها على قعد على الاستغفار. الاستغفار. بقت تقول بعد 6 شهور كان جوزها المتوفي ده كان عنده ارض في عرض الصحراء وعمرها ما كانت بتتباع ابدا، فجالها اتصال احنا شركه كبيره بتاعت عقارات وهنعمل مجمع سكني وهناخد الارض بتاعت جوزك دي بكذا مليون، تخيل كذا مليون من كذا سنه، كان ثروه كبيره يعني. بتقول لفضيله الشيخ انا دلوقتي عمري 50 سنه والله زوجت ولادي وعملت مشروعي وبقيت جده من فضل الاستغفار ومن فضل بيعه الارض دي اللي كانت بفضل الاستغفار، وما تركت الاستغفار ابدا.